الخير عندي في قلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في كل حين. عرفانا منا بما قدمه الشعب التونسي الكريم من كرم الضيافة وحسن الاستقبال للعائلات الليبية، ونخص بالذكر أهالي مدينة القيروان الذين فتحوا قلوبهم لنا قبل بيوتهم. لا يسعنا في هذه اللحظات إلا أن نثني على جهودهم الجبارة، داعين الله أن يجعله في ميزان حسناتهم، وأن يجعلنا قادرين على رد ولو بعض الجميل لهم. فقلوبنا وأيدينا مفتوحة لكم، والسلام عليكم أهالي مدينة الرذان بجبل النفوس. الأخوان هما ما ساوهمش، الدكتور لطفي شرف الدين دكتور فتحي الديرة دكتور علي مفتاح مدام امين اي تكون السلام عليكم دكتور امين مفتاح زوز مع بعضهم انا شوي كيف بعضنا تشوفوا او سلاح بيه جلال نلوتي علي الرجباني من مدينة الرجبان. وشنو هي صفتك في الصفة متاعي؟ طبعا أني ثائر من ثوار الرجبان، لكن ننتمي إلى لواء القعقاع اللي هو في طرابلس. اليوم نلقاوكم جيتوا مرة أخرى للقروان، لكن المرة الأولى كانت في ظروف واليوم في ظروف، كانت تحدثنا على العودة هذه. والله هي العودة طبعا هي عبارة هي رد جزء بسيط من الجميل اللي لقيناه عند الشعب التونسي في مساعدتهم ووقفتهم في أيامات المحنة في الثورة الليبية، تكريم للناس اللي ضحت بمجهودها ودفعت أموالها وفتحت بيوتها للأخوة الليبيين. طبعا احنا التكريم ما مش في القيروان بس، يعني إن شاء الله حيطل المناطق كلها بتونس الشقيقة، ومد جسور التواصل والمحبة يعني اللي كانوا الطغيان وزور سواء زين العابدين أو القذافي المقبور اللي فصلوا الشعوب عن بعضها. فاحنا دو حاليا بعد الربيع العربي والثورات العربية نحاول كيف نلموا هالشمل ونديروا جسور المحبه ونلغوا الحدود. انتم عملتوا اتفاقيات مع جمعيه البركه، فاش تتمثل الاتفاقيات؟ والله الاتفاقيات هذه يعني اول شيء في اتفاقيات اجتماعيه، يعني زي ما تقول في الحركه الكشفيه بين مدينه الرجبان والقيروان، في تبادل زيارات في المناسبات الدينيه والقوميه، اعطاء فرصه عمل في مدينه الرجبان للشغيله التونسيه وبالاخص مدينه القيروان. هذا كله ينطوي تحت رد جزء بسيط من مدينه الرجبان لمدينه القيروان. والله الموفق ان شاء الله يا رب. ويعني كيف الحال غادي في ليبيا الان؟ والله الامور الحمد لله في استقرار تام، والامور تمام التمام، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الثوار ليبيا بالكامل، هم اللي موفرين الحمايه والامن والامور تمام وبدت ترجع للحياه الطبيعيه لما دراها والامور كنت تمام. تحدثت على موقف الحكومه التونسيه في طرد السفير السوري. إيه؟ شنو رايكم انتم في الموقف؟ يعني احنا كيف ما قلنا احنا طبعا تونس كانت سباقه في اشعال الثورات العربيه وسباقه في طرد السفير السوري من الاراضي التونسيه. احنا كثوار ليبيا نؤيد هذا القرار، واللي اتبعوه هل دول عربيه اتخذت القرار، وكذلك احتمال دول اوروبيه حتى هي سبعه سفراها من سوريا. فعلا هذه الدول العربيه وهذه تونس الخضراء اللي نعرفها، وفعلا تونس رجعت لوضعها الطبيعي بفضل القيادات الحكيمه حاليا، ونؤيد هذا القرار. قريش بالغيث رئيس جمعيه البركه الخيريه، انت اليوم الطرف الثاني في اللقاء التونسي ليبيا جمعيتكم. إن شاء الله اليوم الحمد لله قمنا بإبرام اتفاقيات، عدة اتفاقيات هي اللي محالة كما نقولها في متنية التواجه نتاعهم، هما كانوا نحبوا يتواصلوا معنا ومصرين على التواصل بحكم كرد جميل، لكن احنا قلت ربي هذا ما يغنيناش، كون انه نعتبروا كون الحدود ما بين تونس وشقيق ليبيا حدود وهميه، ونحن التواصل نتاعنا تواصل نسب تواصل اخوه وباش يبقى دائم ان شاء الله. وفي الاطار هذا جاءوا وقاموا بتكريم مجموعه من الخيان اللي اشرفوا على اقامتهم وعلى حسن سير الاقامه نتاعهم في القروان، وربي يبارك فيهم، هما ساعين باش يدعموا الثقه فينا نحن بحكم كون انه الهدايا نتاعهم وبرنامجهم اللي محضرينه لنا نحن غادي في جبل نفوسة، برنامج كبير نتاع كون انه العلاقات باش تبقى دائمه الى الابد ان شاء الله. وان شاء الله هذه منطلق
باسم الجمعيات باش يبقى العمل المشترك ما بين جمعياتنا وجمعياتهم وبين شعبنا وشعبهم. وفي الخير ان شاء الله قلت ربي هما حاسين بالمحنه نتاعنا ونحن حاسين بمحنتهم، وهذايا علاش نقولوها نحن باش نكونوا فما تنسيق ما بيناتنا باش يقع كيف اللي احتواء اليد الشغيله اللي تحب تمشي لطرابلس وليبيا.